السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. اتصل بيا دلوقتي يا جماعة الحاج علي اللي معاه مزرعة الفاكهة على طريق 45، الأرض اللي كانت مع عم إبراهيم. الأرض دي طبعا كل سنة بنجيب منها أعداد كتيرة جدا على مدار السنة، من الكبرى موجود فيها أعداد كتيرة جدا، وده لأن مساحة الأرض كبيرة وفيها شجر كتير، وبالتالي موجود فيها بيئة مناسبة لتواجد الكبرى بأعداد كتيرة جدا. صاحب الأرض الحاج أشرف باني في جزء من الأرض دي، باني فيلا خاصة بيه وعامل لها طريق لوحدها مخصوص، يعني في طريق صغير بعيد عن الارض. اتصل على علي وقال له ان في اللوحة بتاعت الكهرباء الموجودة داخل الفيلا، اكتشفوا دلوقتي واتفاجئوا بوجود كوبرا داخل اللوحة ديت ملفوفة على الاسلاك في الداخل، فطبعا سابوها زي ما هي. وعلي كلمني دلوقتي عشان نشوف ايه اللي موجود هناك، فانا متوجه ليهم في الطريق دلوقتي عشان نشوف ايه اللي موجود هناك. فدعواتكم معانا ان ربنا يسترها معانا، وتابعوا معانا ان شاء الله. كده يا جماعة وصلنا الطريق اللي عليه الفيلا. المكان ده قبل كده كنا جبنا برضو منه اكتر من كوبرا من هنا من جنب الفيلا. طبعا احنا وصلنا كده، والفيلا اللي على ايدينا اليمين قدام هنا. انا طبعا يا جماعة هفصل الفيديو هنا، لان انا مش عارف الحقيقة اذا كانت الكوبرا داخل الفيلا نفسها ولا في الحرم بتاع الفيلا، لان انا ما بصورش داخل البيوت، ولو هي موجودة داخل البيت فاحنا مش هنقدر نصور اي حاجة في الداخل. طبعا علي واقف مستنينا هنا اهو. السلام عليكم عم اشرف، عامل ايه؟ انا شفتك من 2019. هي بقى ايه؟ بص طب بص لي هنا، طيب احنا هنشيل الغدا دي. ايوه ماشي، ثواني بس، ثواني بس. بص يا جماعه، هي المفروض طبعا الكوبرا هنا باينه معايا اهي، بس طبعا هي مش هتطلع في التصوير هنا. احنا هنحل الوش ده ونطلعها. طيب بسم الله. عايز مفك، هات مفك من جوه. بص يا مروه، المفك فين؟ في سكه اول لا يا ماشي، هي كده متحفره هنا ان شاء الله. هي في البوطه، ما نحتاجوش هي في البوطه، لان هي اصلا كده كده محلوله المسامير بتاعتها. هي المسامير بتاعتها محلوله اهي، راسها طلع لحظه واحده. بردوش ما هات مفك، هو في مسمار واحد بس اللي ماسك عليها. مقفول عليه دلوقتي لحد المفك ما يجي عشان ما ايه البيت ده كله فعلا كده. التليفون كده ماشي. بص يا جماعه الكوبرا موجوده فين؟ اهي طبعا في الداخل هنا كهرباء، فاحنا مش هينفع ان احنا ايه نتهور في موضوع الكهرباء. احنا بس هنحل الوش وبعد كده هنحفزها. خلي بالك عشان احنا مش هنمسكها بالماسك من جوه، انا عايز عود. هات لي عود، عصايه ولا حاجه عليها، نخليها تطلع ايه، هنخليها تطلع بره الكهرباء عشان خاطر ما يحصلش. ماشي تمام، لان احنا ما ينفعش نجذب بالماسك جوه الكهرباء. يا مروان يا حبيبي، انا عايز صليب. هو المفروض اللي حوالين منها ده كله يتقفل عشان برضو يعني ايه الوضع كده خطر. شات العصاية بقى كده. امسك بقى، ايش نوقع؟ لا هي المساله مش بالزان، ما في كهرباء هنا. امسك بالعصايه يا عم، استنى بس. بالراحه، هي اخرها معروفه اصلا. اصل دي كهرباء، انا ما ينفعش ازنق فيها حاجه هنا. دي كهرباء لسه فيها حته باينه. ماشي ماشي، ما هي موجوده اصلا، هي لفه نفسها تحت هنا. لحظة واحدة. بالراحة بالراحة بس، بالراحة هنطلعوها. لا هي على فكرة مش نازلة في ماسورة يعني. لا لا. طب ادي لحمة بنطلعها. هي مش نازلة في الماسورة.
لان هي محشوره هنا، طالما محشوره هنا يبقى ملهاش طلع. الكوبري مش بتبخ. انا كله قلقان من الكهرباء، لان احنا طبعا ما ينفعش اي مجازفه. مفيش عموم يا محمد. لا لا مفيش سكينه. بابا هي كده جابت اخر المكان اللي هي فيه. ما هي بص مكان الكابلات هنا، مكان الكابلات هنا، هي نازله هنا في الارضيه مفتوحه يعني. يعني مش في ماسوره في فراغ؟ لا 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 هي مش نازله ماسوره. فيش ازمير عامل حاجه؟ ازمير وشاكوش. هي مش نازله ماسوره، هي نازله الفراغ اللي هنا ده. شوف يا محمد. في فراغ هنا. انت معاك شاكوش عده في العربيه؟ بص لا معيش جرافات بتاعتي. وش هي دي ايه؟ ما دي ارضيه يعني. هات لي الفاز بتاعتي من العربية. هات الفاز من العربية. طب السلوك ديت ايه؟ الكهرباء هتلاقيها في المواسير نفسها هنا. اي سلك ده هتلاقيه فرع كده ما فيهوش اي مكان. مين اللي بيخاف من الكهرباء؟ هي المسألة مش مسألة خوف من الكهرباء، مسألة إن أنت تحرص في نفسك. الكهرباء دي هتسمع عليك؟ بس أنا عايز أعرف دخلت منين عشان ولا أهي؟ دخلت أهي. من هنا؟ من هنا أهو. من هنا يعني دي عايز نقفل دي ونقفل دي. بالظبط كده، ده المكان الوحيد اللي هي دخلت منه. لا لا مش وصلناها اهي. خلاص احنا كده وصلنا لها خلاص. هي دي؟ تعالى كده شوف. فكرتها سيدي. يلا بينا. هات المشاكل دي. لا ما عادش يعمل مشاكل معاك. ايه؟ بيطلعها. بس دي مش كبيرة. سيبها سيبها. لا لا ما تمسكش المسك دلوقتي. بص بقى كان في تحت المنفذة تحت ازاي؟ ابعدي. يلا بينا. امسكها بالماسك. اوعى بس. ما هي هتجيبها لكم هنا. حلا هي دي بقى بتبخ ولا لا؟ دي مش النوع اللي بتبخ. احنا عندنا اللي عندنا هنا الانواع اللي ما بتبخش. انواع البخ دي موجوده في الصعيد. مروان احمد نفوش مش بقى. بسم الله هي طبعا كده بتتظاهر بالموت عشان ايه؟ عشان تسيبها. اول ما تسيبها كده تبان ان هي ميته، لكن هي طبعا مجرد ما تحس ان في فرصه الجو برده سخن عليها هنا. بس هي كده خلاص كده ايه؟ فعليها كده. تعالى بقى نشوف الانياب بتاعتها اللي بتطلع منها السم. بص بيبقى عندها كده في الايه؟ في الجنب ده ناب اهو. ده شايفه ده؟ ده سم اللي نازل ده اهو. ده اللي على المفتاح ده سم ده. بيبقى عندها هنا كده ناب، ويبقى عندها هنا كده ناب. طبعا الكوبرا المصريه هي اكتر حاجه منتشره عندنا في الدلتا، وهي تعتبر في الدلتا النوع الوحيد اللي سام عندنا في الدلتا هنا. في موجود الكوبرا البخاخ، ولكن الكوبرا البخاخ موجوده في خط الصعيد من المنيا لحد اسوان.
اما احنا عندنا هنا اسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، كل الحتت دي النوع الوحيد السامه اللي عندنا هنا في الاراضي الزراعيه الكبرى المصريه. طبعا دي طولها تقريبا حوالي متر متر وخمسة، هي طبعا دي ممكن توصل لحد 2 متر و70، يعني في منها عينات ممكن توصل لحد 2 متر و70. دي كده عمرها تقريبا حوالي 5 سنين، يعني دي كده مش صغيره، دي عمرها حوالي 5 سنين، ممكن تزيد كمان عن 5 سنين. دي كده بالغه، يعني دي كده تتزوج عادي جدا، بالغه جدا وكبيره في السن. التعابين بمجرد ما عمرها وصل 3 سنين بتكون جاهزه ان هي تتزوج، وممكن دي تبيض في اي مكان، بس طبعا مفيش موسم دلوقتي لا تزوج ولا موسم بيض. الكلام ده انتهى بقاله شهرين. فربنا يسترها معاكم. تعالى بقى احنا ناخد لفه حوالين المكان بره ونشوف لو في اي حاجه بره.